السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى مغاربة العالم، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس في طبعته الجديدة. إذا نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأتوقع، ألاحظ الصورة وأقرأ العنوان ثم أتوقع مضمون النص. إذا لاحظوا معي في الصورة، نلاحظ في الصورة مجموعة من السيارات بالميناء، هذا ميناء بالميناء تحمل عائلات مغربية عائدة إلى أرض الوطن من بلاد المهجر، ويظهر كذلك أفراد أسرة وعلامات الفرحة والبهجة والسرور تظهر على وجوههم. إذا ألاحظ في الصورة مجموعة من السيارات بالميناء تحمل عائلات مغربية عائدة من بلاد المهجر، ويظهر كذلك أفراد أسرة وعلامات الفرحة والبهجة تظهر على وجوههم. إذا ماذا نتوقع من خلال الصورة والعنوان فرحة العودة؟ إذا أتوقع أن النص سيتحدث عن مشاعر أسرة مغربية بعد عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. لن أتوقع أن النص سيتحدث عن مشاعر أسرة مغربية بعد عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. نقرأ النص. فرحة العودة. عاد عمر إلى البيت مساء يحمل معه بشرى سارة. خاطب أفراد أسرته وعلامات البهجة مرسومة على محياه. سنقضي كما اتفقنا يا أبنائي عطلة هذه السنة في المغرب أرض الوطن. تعالت أصوات الأبناء فرحة بالخبر السعيد. ابتهجت الأم زينب وأخذت تضمهم واحدا واحدا. جلس الأب يراجع تذاكر السفر ويتأكد من تمامها. أمسك جواز سفره ونظر إلى السماء وحمد الله وهمهم بكلمات أثارت فضول أفراد الأسرة. سأله ولده ياسر: ما بك يا أبي؟ لاحظ عمر علامات استغراب على وجه ابنه وبادر بالإجابة: آه، لقد تذكرت أول رحلة إلى ديار المهجر واستحضرت الذكريات الماضية. عانقت الحفيدة الصغيرة ملاك جدها وقالت: حدثنا يا جدي عن هذه الذكريات. ابتسم في وجه حفيدته، وبعدما تحلق الجميع بدأ يسترجع ما اختزنته ذاكرته عن الهجرة والمهاجرين وظروف عيشهم. يا أبنائي، هاجرت إلى أوروبا في سبعينيات القرن الماضي في وقت اندمج فيه المغاربة عربا وأمازيغ مسلمين ويهودا مع السكان المحليين، حيث تنوعت أنشطتهم في مختلف ميادين الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. كم كان عدد المهاجرين المغاربة يا جدي؟ سؤال طرحته ملاك بعفوية. رد عمر: كان عددهم يا ابنتي يعد بآلاف حسب تقديري، أما اليوم فقد أصبح العدد يزيد على 4 ملايين نسمة، حيث تشكل أوروبا القطب الجاذب بامتياز للمهاجرين المغاربة متبوعة بالبلدان العربية فأمريكا الشمالية ثم القارة السمراء التي صارت من الوجهات المفضلة لدى المستثمرين المغاربة بعد انفتاح المملكة على إفريقيا جنوب الصحراء. تدخلت الأم قائلة: أنتم يا أولادي جيل صاعد، قد لا تعرفون الكثير عن أهمية مغاربة العالم في تنمية بلدهم. إنهم يلعبون دورا كبيرا في التعريف بوطنهم وما به من تراث متنوع وغني، ويسهمون في تطوير الاقتصاد الوطني بتحويل العملة الصعبة وإنشاء المشاريع المحلية. وتأكدوا أن ارتباط مغاربة العالم مسلمين ويهودا ببلدهم يرسخ الهوية الوطنية ويغذي قيم التعايش والتسامح والتضامن
ويمد جسورا متينة بين وطننا والدول المستقبلة. إذا أفهم النص، أغني رصيدي، أكون خريطة كلمة تحلق من خلال كون خريطة كلمة تحلق، كلمة تحلق، نوع الكلمة، نحدد نوع الكلمة، ضدها، مرادفها، وتركيبها في جملة. إذا من خلال سياق النص، وبعد ما تحلق الجميع، إذا تحلق نوع الكلمة فعل، مرادفها جلسوا على شكل دائرة أو حلقة، الضد انفض أو ترك. الجملة، تحلق الناس حول الحكواتي. إذا تحلق الناس حول الحكواتي. إذا أضيف صفات مناسبة لكلمة السكان. إذا هناك صفات في النص لكلمة السكان. إذا السكان المهاجرون، السكان المحليون، أو السكان المندمجون. إذا السكان المهاجرون، المحليون، أو المندمجون. أفهم وأحلل. أذكر مظاهر فرح الأسرة حين تلقي الخبر السعيد. إذا مظاهر فرح الأسرة حين تلقي الخبر السعيد، ظهرت في الأصوات العالية التي عمت البيت، وفرح الأم زينب وضمها لأبنائها واحدا واحدا. إذا مظاهر فرح الأسرة حين تلقي الخبر السعيد، ظهرت في الأصوات العالية التي عمت البيت، وفرح الأم زينب وضمها لأبنائها واحدا واحدا. أسمي الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي. إذا الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي، الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. إذا الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي، وردت أيضا في النص، حيث تنوعت أنشطتهم في ميادين، في مختلف ميادين الصناعة، التجارة، الخدمات والمسؤوليات الإدارية. إذا دائما أسئلة أفن تكون من خلال النص. إذا الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي، الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. السؤال الثالث، أستخلص من النص مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. إذا مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، تحويل العملة الصعبة وإنشاء المشاريع المحلية. من تحويل العملة الصعبة وإنشاء المشاريع المحلية. علاقة مغاربة العالم بوطنهم المغرب، ترسيخ ثقافة الوطنية وتثبيت قيمها الدينية والاجتماعية. الدنيا والاجتماعية. تطور هجرة المغاربة إلى الخارج، مد جسور جديدة بين الوطن والدول المستقبلة. إذا مد جسور جديدة بين الوطن والدول المستقبلة. أستخرج من النص ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا.
إذا اندماج المغاربة عرب وأمازيغ مع السكان المحليين وتنوع الأنشطة التجارية. إذا الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا عرفت بتمكن المغاربة من الاندماج مع السكان المحليين وبتنوع الأنشطة التجارية والصناعية التي مارسوها وكذلك بقلة عددهم مقارنة مع يومنا هذا. إذا في البداية قال عمر أن عددهم على حسب تقديري كان بالآلاف. لاحظوا معي ماذا قال عمر، كم كان عدد المهاجرين المغاربة يا جدي؟ كان عددهم يا ابنتي يعد بالآلاف، ولكن في يومنا الحالي أصبح يزيد على 4 ملايين نسمة. إذا الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا عرفت بتمكن المغاربة من الاندماج مع السكان المحليين وبتنوع الأنشطة التجارية والصناعية التي مارسوها وكذلك بقلة عددهم مقارنة مع يومنا هذا. أركب وأقوم، أقترح عنوانا آخر للنص. يمكننا أن نحدد عنوان آخر للنص مثلا الخبر السعيد. لاحظوا معي هنا في النص فرحة بالخبر السعيد. إذن الخبر الذي حمله الأب إلى أبنائه وكان خبرا سعيدا، إذن قد نعطيه كعنوان جديد للنص خبر الخبر السعيد. أختار فقرة من النص ألخصها في سطر واحد. إذن الفقرة الأولى فرح الأسرة الكبير بخبر عودتهم إلى أرض الوطن. إذن فرح الأسرة الكبير بخبر عودتهم إلى أرض الوطن. أستخلص المغزى من النص بمعية صديقي أو صديقتي. إذن هذا نشط داخل القسم. إذن المغزى من النص: مهما ابتعدنا عن أرض الوطن وهاجرنا إلى البلاد أخرى فالتعلق والحنين له يبقى دائما يراودنا والعودة إليه ضرورة. إذن المغزى من النص: مهما ابتعدنا عن أرض الوطن وهاجرنا إلى بلاد أخرى فالتعلق والحنين يبقى دائما يراودنا والعودة إليه ضرورة. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الرابع: أبدي رأيي في الموقف الآتي: الهجرة إلى الخارج سبب كاف للنجاح. إذا حديث الأم مع أبنائها وتوضيحها لهم أهمية المغاربة العالم والدور الذي يلعبونه في تنمية بلدهم. إذا حديث الأم مع أبنائها وتوضيحها لهم لأهمية مغاربة العالم والدور الذي يلعبونه في تنمية بلدهم. إذا سأعيد قراءة السؤال الرابع: أبدي رأيي في الموقف الآتي: الهجرة إلى الخارج سبب كافي للنجاح. إذا تكون الهجرة سببا في النجاح لأن المهاجر تكون له حدودا أوفر سواء بالنسبة للدراسة أو العمل في البلد المستقبل. لأن في البلد المستقبل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.